فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة في بادية بعيدة خارج المملكة، تقول إنها كانت تصوم رمضان في أيام حيضها منذ سنوات عديدة، ولما جاءت إلى المملكة علمت بالحكم الشرعي، فهل عليها قضاء عن السنوات الماضية أم تعذر بجهلها؟ لا ما تعذر، ما دام علمت أيام الحيض قليلة تحصي الأيام التي صامتها في الحيض وتقضيها، هذا ليس صعبا عليه. نعم.